مرحبا من أبو ظبي. تاكسي مائي يجوب مياه أبو ظبي ضمن منطقة ياس باي بجزيرة ياس وشاطئ الراحة، يربط بين عدد من الواجهات البحرية الفريدة ويوفر خيارات نقل إضافية للسكان والسياح. ضمن جولتنا لتجربة خدمة التاكسي المائي الجديدة، التقينا مع الكابتن سيف المهيري مدير عام أبو ظبي البحرية ليحدثنا عن تفاصيل هذه الخدمة. تم إطلاق خدمة التاكسي المائي بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل وشركة ميرال في منطقة ياس باي. في المرحلة الأولى تخدم محطة ياس باي ومحطة ياس مارينا ومارينا البندر. إن شاء الله في المرحلة القادمة سيتم افتتاح محطة المنيرة ومحطة الزينة. هذه الخدمة جزء من الاستراتيجية العامة للنقل البحري التي تهدف إلى توفير نقل بحري متوازي مع النقل البري في الإمارة، ويخدم المجتمع في أبو ظبي من السكان والسائحين. خدمة التاكسي المائي هي جزء من المبادرات والخدمات التي تستمر أبو ظبي في تطويرها لخدمة السكان والسياح، لتسهم في تقديم تجارب متنوعة ومختلفة لهم، وفي نفس الوقت توفير الفرصة لاستكشاف المقومات السياحية التي تتمتع بها الإمارة.